السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ معكم الاستاذه ابتسام من مكتب الهجره بعتما. اول حاجه كنعتذر على الصوت ديالي لانني مريضه، كنت تعرضت للكوفيد هذه 4 يا 4 جوغ يا 41 ايام. الحمد لله. كنتمنى انكم مازالين يعني كتاخذوا الاحتياطات اللازمه. الوغ وهذا الشيء ما تيمنعنيش انني ندير لكم فيديو جديده، وانني نجي للموعد ديال كل يوم جمعه. الوغ اليوم غادي نهضروا على سي ان بي بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش كيفاش يلقاو الكود ديالهم، الموافق، الكود الموافق للمهنه ديالهم، داكوغ، كيفاش يقلبوا عليه اكسيتيرا. فيديو غتكون خفيفه وغتكون رابيد، مي هاد الفيديو هي اساسيه ان كل واحد فيكم، اي واحد كيبغي باغي يهاجر لكندا او باغي يقلب على الاوفر دومبلو في كندا، ضروري ومؤكد انه خصو يعرف شنو هي لو كود ديالو او لا سي ان بي ديالو الموافق للعمل او الخدمه او المهنه اللي كيزاولها. داكوغ، اول حاجه شنو هي هاد سي ان بي؟ سي ان بي هي بالفرنسيه لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون، هي واحد لا ريفيرونس، يعني واحد لا ريفيرونس بالنسبه لكندا اللي كتقاد كترتب عليها جميع المهن على حسب شنو متطلبات سوق الشغل الكندي، وكذلك يعني لي بروغرام اللي كاينين بالنسبه للعمل. دونك هذه مساله اساسيه. هاد لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال ديال لي بروفيسيون هي بحال تقولوا ترتيب ديال المهن، ياك، على حسب احتياجات سوق العمل الكندي بكل بساطه. دونك دابا كيفاش نديروا نلقاو سي ان بي؟ قبل ما نقولوا نوريكم كيفاش خطوه بخطوه كيفاش انكم ديروا باش تلقاو سي ان بي ديالكم، خصكم تعرفوا ان كاين بزاف، ان هاد سي ان بي مقسمه لبزاف لي كاتيجوري، بزاف ديال كيفاش نقول لكم باردون، بزاف ديال لي كاتيجوري. الوغ كاينه زيرو، الجونغ ديال كومبيتونس زيرو، كاينه زيرو ا بي سي دي. اوكي، زيرو و ا و بي هما هاد لي كاتيجوري الكبار، الفئات الكبار اللي كيهمو الناس اللي كيبغيو يديروا دوسي في اونتر اكسبريس، حيت اونتر اكسبريس كتهم غير زيرو ا بي. شنو هي زيرو؟ زيرو هي خاصه بلي بوست اللي فيهم تسيير، داكوغ، بحال مدير مقهى، بحال مدير ريستوران، بحال مثلا شاف ديال شي حاجة اكسيتيرا. دونك لي بوست اللي فيهم يعني سوبيريور او لا فيه تسيير، داكوغ، لا جيستيون تسيير. دونك تاني حاجة نيفو دو كومبيتونس ا هما دوك لي بوست ديال المهنيين اللي كيبغيو ضروري واحد الشهاده جامعيه باش انك تقدر تكون في هاد لي بوست، بحال مثلا استاذ، بحال ميدسان، بحال مثلا طبيب الاسنان اكسيتيرا. نيفو دو كومبيتونس بي هما هادوك لي بوست اللي كيبغيو اللي كيكونوا شويه تكنيك، داكوغ، بحال شيف، بحال الكتريسيان، بحال بلومبيي اكسيتيرا. نيفو سي هما دوك لي بوست اللي كيبغيو غير بكالوريا فقط لا غير، بحال بوشي، بحال سائق يعني الشاحنات، بحال سيرفور. لي نيفو دو كومبيتونس دي هما المهن اللي كتبغي اللي كتكون شويه يدويه، يعني كتبغي كنخدموا فيها يدينا بزاف، بحال مثلا هذوك اللي كيديهم الحقول وكيقطفوا مثلا الفواكه، بحال مثلا الناس ديال الميناج. فوالا، هادو هما لي كومبيتونس اللي كاينين، داكوغ. دونك باش نعرفوا بعدا حنايا شمن كاتيجوري والزيرو ولا ا بي اكسيتيرا، خصنا بعدا نعرفوا شنو هي سي ان بي ديالنا. دونك باش نعرفوا سي ان بي ديالنا كاينه جوج ديال الطرق. بيان سور حنايا ما عارفينش شنو هو الكود، دونك غادي نمشيو، ما غاديش نقلبوا باغ كود
دو سي ان بي، ولكن غنمشيو باغ ابيلاسيون دومبلوا. مثلا ابيلاسيون دومبلوا نديرو حنايا هنا كويزيني، ياك كويزيني اون فوا كنديرو حنايا كويزيني كنهبطو كنلقاو فوالا كويزيني كويزينيير. دونك سي لا كاتيجوري بي، طايحه في لا غروند كاتيجوري بروفيسيونيل فونت اي سيرفيس. و لي ابيلاسيون دومبلوا كاين لي كيسميها كويزينيي ولا ابرونتي، كاين كل واحد يعني على حسب البلدان، كاين كويزينيي باتو دو بيش، كويزينيير دو كافيتيريا، الوغ كل واحد وش. داكوغ، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. مع كانت معكم الاستاذه ابتسام من مكتب الهجره بسمه، كنعتذر مره اخرى على الصوت، وكان نقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامة.